السلام عليكم خياتي، كراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم انواع من الحلويات. المعده كما راكم تشوفوا راها مخمله. الفيديو تاع نهار اليوم هو فيديو مهم بزاف بزاف بزاف، خصوصا اللي يخدموا في مجال الحلويات وتانيك اللي يخدموا المنزل تاعهم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم بعض الاساسيات تاع الحلويات واللي تستحقون تحتاجوهم في حياتكم اليوميه، كما نعطيكم بعض النصائح اللي تهمكم بزاف. قدام نوضوا الفيديو تاع نهار اليوم، نقول لكم باللي انا عارفه باللي هذا انا في ظل هالظروف العصيبه اللي رانا فيها، نلقى بزاف في الكومونتير ونلقى نلقاهم يهضروا يقول لك باللي مشي وقتها ورانا في المرض وكاع. نقول لهم وعلى بالنا باللي انا في المرض، والله غالب انا هذه القناه تاعي مختصه في الطبخ والحلويات، الا ولازم عليا ندير لكم حلويات اللي تساعدكم. ما نكذبوش ما نروحوش نكذبو على بعضنا، كم عارفين باللي العيد تقريبا قريبها على ابواب وكاع نبغوا نزهو الميل الطلبه تاعنا، بصح نديرو الاحتياطات تاعنا. نقولوا باللي ما غاديش نديرو الكاطا العيد، بصح لازم الا ونديرو لو كان نديرو كيما حنا نقولو لو كان غير طورنو ولا زواقه، المهم طلبه العيد تاعنا ما تخرجناش خاويه. انا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راني ندير لكم هذه الحلويات. كما كتلاحظوا ان هذه الحلويات راني حطيتها لكم في القناه كاع بالتفصيل. اللي ما شافتش هذه الانواع تاع الحلويات غادي نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف ولا في اول تعليق مثبت باش تشوفوا الحلويات كاع اللي حطيتهم. تقريبا هذو كاع اللي حطيتهم معكم وراني مشاركتها معكم. وكما تعرفوا باللي انا نخدم ديفو نخدم لي كوموند، ولا غالب عندي لي كليون تاعي كوميشوش من عندي ميشوش على جهه واحده اخرى، والفو خدمتي لا غالب ما عنديش كي ندير لهم، لازم عليا نخدم. انا مي راني عارفه بهذه الظروف معناتني كاني شويه مريضه، ما شفتش بزاف لي كومون. في نفس الوقت نبدا ناخذ احتياطات توعي، لازم كي يدخلوا عندي الزبائن نكون دايره احتياطات توعي لي بافيت لي ليغون، وامام طو عند الباب تاع الدار نكون دايره حاجه نفخه بالجافيل وكاع باش كي تدخل تكون معقمه ونكون معقمه المنزل تاعي. في نفس الوقت ثاني غادي نقول لكم حاجه اللي هذه بلا تعقيم ان شاء الله باذن الله، ما يجيناش هذا الوباء ان شاء الله ما يركبناش. كل ما تجي عندك زبونه توضي، ما عليكم بلا الوضوء كما حنا نقولوا سيتو الاستنشاق والاستنطار هو اللي يطرد الفيروس. نروحوا دروك للفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. اليوم جبت لكم مجموعه من الحلويات هنايا على حطيتها لكم باش تدوا افكار الحلويات كي تخملوا طابه العيد، خصوصا اللي غادي يخدموا غير المنزل تاعهم ولا اصحاب لي كوموند. غادي نقول لكم حاجه، هذا الوقت المناسب خاش قيت بزاف الاسئله في لي كومونتير، حاولت ان نلمها لكم كاع فيديو واحد ونجاوبكم عليها خطره واحده. بالنسبه لاصحاب المشاريع اللي يخدموا لي كوموند وكاع، دائما يسقسوا يقولوا انت الوقت المناسب باش نبدا نخدموا لي كوموند. لا كانت عندك كونتيتي كبيره وكوموند كبيره بديها من دروك خاش دير حسابكم راه باقي غير 12 يوم ولا للعيد، ولا كان باغي تخدمي للمنزل انا ما ننصحكمش انكم تخدموا هذه الايام، ولا كان باغي تخدمي هذه الايام باش تستغلي العشر الاواخر للذكر والصلاه، نقول لك خدمي ماشي ما تخدميش، بصح ما تزوقيهمش حتى كي تبقى لك 3 ايام ولا 4 وزوقيهم باش الكاطو تاعكم يقعد شاد لا فورم تاعه وتقعد الكلاصاج تاعكم يقعد وكانه جديد. انا على كيما تلاحظوا خدمت هذه الكميه تاع الحلوى اللي دوك على خدمتي هذا الوقت، كيما تعرفوا بلي كنت نحطها في القناه، وفي نفس الوقت انا نخدم هادو كميه تاع الحلوى لاصحاب لي كوموند يجوا عندي كوموندو، نوريهم هذه الانواع تاع الحلويات باش يدوا افكار باش هما يخيروا. هنايا نعطي ملاحظه ثاني اللي يخدموا لي كوموند، نقولهم باللي ما تخلو كي تبغوا تخدموا لي كوموند تاع العيد، خصوصا تاع العيد، انك كما تعرفوا العيد لابريسو يبغوا كاع يدوها في نهار واحد وكاع. ننصحكم انك ما ديريش لي موديل بزاف اللي ترغبي فيهم، وما تخليش لو شوا بزاف للزبون. نتيا قري 5 انواع ولا 6 انواع حتى 10 انواع، قريهم يكونوا نتيا اللي باغي تخدميهم اللي يساعدوك في الوقت. في نفس الوقت ما فيهمش الديكور بزاف، كما تعرفوا باللي في العيد نبغوا غير حاجه خفيفه وحاجه سام وحاجه اللي تنتكل، ما نبغوش حاجه تاع بلاصاج وحاجه اللي فيها الديكور بزاف، ما نقدوش ياكلوا هذوك اللي فيها الديكور تاع بلاصاج وكاع، ملائمه بزاف الحلويات الاعراس. اما بالنسبه لحلويات العيد نحتاجوا غير حاجه خفيفه لتنتكل وفي نفس الوقت تكون نقيه وتكون شابه. تا
ثاني كنعطيكم ثاني حاجه كي تخدموا لي كادو خدموا ما سهل عليكم بصح الحاجه المعسله كيما البقلاوه المقروض المشوبه كاع مهم حاجه اللي تكون معسله ما ننصحكمش انكم تخدموها هذه الايام خدموها حتى الايام الاواخر كاين يبغي يديها حتى ليله 27 تما خدموها حيت كيما تعرفوا حاجه تكون معسله الحسر تاعها ينشف تقعد لكم الحلوه تاعكم شدينه والكريو تاعكم ولا الزبون تاعكم تقيه باللي صايره روح ما عاودش ولا لك على بها كنا عندكم حسن الضيافه كي يجي عندكم الزبون عرفي كي تعاملي معاه عرفي كي تهضري معاه عرفي وريه لي موديل ووري هذا لي موديل اللي يكونوا ملاح في نفس الوقت يكونوا متنوعين ويكونوا فيهم الالوان كما تعرفوا باللي حنا نبغوا الطابه تاعنا تكون زاهيه بالالوان وتكون منوعه من كل شيء ما نكذبوش على رواحنا لازم علينا الا ونحطوا حلويات في العيد لو كان كاع ما نخرجوش لو كان كاع رانا في الحجر المنزلي ماش نخرجوا معليش خدمي لوليداتك ولا تخدموا لي كوموند بالنسبه تانيك اللي يخدموا لي كوموند في هذه الظروف وكاع يقول لك باللي نعرفين باللي الاسعار زادت ارتفعت بزاف الكوكو هو التالي زاد غلا النيشه راها قليله كشكش تقريبا كلش السلعه مي داك راها قليله راهو الطلب راه بزاف اوتوماتيكمون تغليكم على بها كاين بعض الزبائن كيجو يحوسوا يدوا غير حاجه قليله ولا حاجه قليله شويه 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 للاهل المنزل تاعهم كوكو واش ديروا دير لهم ميلونج بالنسبه للبنات اللي يعرفوش كيديروا يبيعوا ميلونج بيعيهم انا شخصيا نبيع بالكيلو هنا في الغرب الجزائري بصح كي نبيع ميلونج نضطر انني نبيع بالحبه نقول زبونه نقولها شحال سعر الحبه وهي تقولي شحال ديري من الحبه ونديرها في كرتونه قابسه ولا بواط ولا وهذيك الكرتونه سا ديبون تجيك 150000 تجيك 200000 على حساب الاشياء اللي ديتهم في نفس الوقت نتيا ما تكونش هنا تي روحك وما هلكتيش جيبك في نفس الوقت ما كلفتيش على الزبونه انا تدي كميه كبيره ومتعاودش تولي لك وهذا هو الاقتراحات تاعنا تاع نهار اليوم انا درت هذه البقلاوه نحطها في القناه تاعي بالتفصيل ها هي هذه البقلاوه دوك تقولي لي درتيها مضره وغات تنشف انا هذه البقلاوه عندي زبونه غتديها دروك وهنايا هذا صابلي بذوق القسيس راني حاطه في القناه بصح هنايا راني بدلها الشكل برك كيف تلاحظوا حاجه سام حاجه اللي تمتكل وحاجه تكون نقيه ننصحكم بلا فينيسيون هنا درتها بالكلاصاج تاع الفوندون والشوكولا هذا الكلاصاج ثاني كان حاطه في القناه ثاني الكلاصاج يجي روعه ان شاء الله تجربوه وهذا تقريبا كيما الصابي تاع البابرز انا بدلت غير لا فورم برك هذا مانيش حاطه في القناه لكم باغيين نحطها لكم خلوا لي رايكم في الكومونتير ان شاء الله باذن نحطها لكم وهنايا هذا ثاني صابلي بذوق الكراميل ثاني هذا ملصق بالكراميل وبالكلاصاج تاع الكراميل ثاني كلاصاج روعه هذا ثاني مانيش حاطه في القناه لكم باغيين هذا الشكل خلوا لي رايكم في الكومونتير ان شاء الله باذن نحطها لكم وهنايا كعكعات بالكلاصاج تاع الفيري روشي هذا اللي حاطته بصح حنايا يعني خدمته بالكوكاو بصح اللي حاطته في القناه خدمته باللوز تبعوا نفس المقادير قلعوا اللوز وديروا الكوكاو اللي باغي دير اللوز تقلش روحها لها الاختيار هذا تانيك صابلي محشي تانيك شباب 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 بزاف تاع بذوق البندق تانيك اللي حاطته في القناه هذا حاطته غير مؤخرا وهذا الصابلي اللي داير ضجه اي زبونه اللي تجي عندي تقولي خدمي لي منه تذوق الليمون صابلي منعش بزاف بزاف ثاني كان حاطه في القناه ثاني التزيين تاعي يكون خفيف حاجه سامبل شويه تاع لاباط سوك اي صايب هنايا بالنسبه للعجينه السكر اللي سقسوني عليها انا نخدم بالعجينه تاع الوجدان وكاين نوعيه اخرى تاع الترك اللي هي نوعيه شابه بزاف بسعرها قليله باش متوفرة في الأسواق وهذيك تاع الترك يخدمو بزاف بيها خصوصا لي يخدمو لي باتيسري باش يخدمو لي فلوغ باش تشد لافورم تاعهم ولا انتي باغي تخدمي غير المنزل خدمي غير تاع الوجدان وهذا بوسلة مسو أهوا تاني كنحطه في القناة وهذا الصابلي بحلوة الترك تاني كيجي روعة 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 تاني الشباب هذا تاني كنحطه في القناة
وهذو هما الانواع، انا هذو هما الاقتراحات تاعي اللي نحطهم للزبائن وهما يخيروا شنو باغيين. كاين بعض الانواع اخرى كيما تشارك، تشارك العريان، تشارك مسكر، كعكعات، هذو تنيك، هذو الحلويات مطلوبين بزاف في شهر رمضان، عفوا في شهر الغالب، غالب نسيه ما عندكم الدير الغالب، في العيد المبارك مطلوب بزاف هو تشارك مسكر، يبغ بزاف هذيك العجينه تمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي رايكم، باسكو العجينه شابه بزاف وتبعكم كميه لاباس بها، نتمنى ان شاء الله تجربوها. وكاين تانيك حلوه الطابع تانيك مطلوبه بزاف، انا شخصيا ما غاش نخدمها للعيد، انا نخدم نضطر اني قلت نخدم غير بعض الانواع، وهما كي يجوا الزبونه نقولها هذو هما الانواع اللي عندي، في هي ما تنغبن، انا ما نغبر روحي، ما نبريسي روحي. تانيك ننصحكم، تانيك ننصح بزاف، كاين بعض الاخطاء انا كنت نوقع فيها وانا نحاول انكم نتوما ما توقعوش فيها، هي انك غير تجي عندك زبونه واه قولها وانا نخدم لك، تجي عندك زبونه قولها وانا نخدم لك، هكا تغبدي روحك تبريسي روحك. انا كيما العام اللي فات اضطرت انني لمده اسبوع رقدت وحشتها، ما قعدتش نخدم، ما قعدتش نرقد، ومتالي قالت روحي غير لك تحتي، انا نخدم مع خمسه تاع الناس ولا سته تاع الناس، ونخدم حاجه نقيه وحاجه تكون فينيا باش خطره الجايه يعاودوا لي يولوا لي، احسن من انني نخدم مع 20 تاع 20 امراه ومتالي الزبونه كي تروح كي تجي ما تعاودش تولي، ولا لا عندك كيما حنا نقولوا العويل اللي عندك اللي يعاونك ولا دبري راسك. انا من هادو اللي قلت لك عليهم. ثاني كرام يسقسوني نوعيه الشوكه اللي نخدم بها، انا لكن باغي تخدمي للحانوت تقريبا حوايج عم بنعين دروك خدمهم بالشوكات الميزان، ولكن باغي تخدمي للزبونه، الزبونه كيما تعرفي تبغي حاجه نقيه وحاجه تاع دار، خدمي بشوكولا دعدا ولا شوكولاته الوجدان، مهم الشوكولا تكون نوعيه مليحه وتكون نوعيه شافه. وثاني نوعيه الفرينه عم يسقسوني بزاف عليها، نوعيه الفرينه هي خدمي بسفينه، انا نخدم شخصيا نخدم بسفينه، ولا كاين واحد النوعيه هنا عندنا متوفره هنا في الغرب اللي يسموها الاميره، هذه النوعيه خرجت عليا والحمد لله، وقال لي صابي تاعي راهم يجوني مليح. كاين ثاني بعض الاسئله قالت لي بلي واحد الاخت الصابي تاعي راني كي نديرها في الفرن يتكمش لي، قولها المشكل تاعكم راكم انكم المشكل تاعكم انكم نوعيه الفرينه هي تخلي الصابي تاعكم يتكمش. انا في واحد الوقت مانيش ندير بيبليسيتي ولا كنت نخدم بسفينه، سفينه شكاره تاع 25 كيلو، كنت كي نخدم بها الصابلي كان يتكمش لي، بصح دروك مؤخرا السفينه عاود ولات كيما كانت وانا نخدم بها عادي والصابلي تاعي ما يتكمش. تانيك اللي باغا تخدم اول مره اللي مازال تاعها وكاع قولها خدمي كونتيتي قليله، لا عجبك هذاك النوع الكاطو عاود زيدي تبلي المقادير، ولا ما عجبكش ما كان له ضيعي روحك. وانا الحمد لله كاين تاني قالوا لي اللي صابلي اللي يكون عندك معتمد اللي تخدمي بيه، انا هذا الحمد لله اللي نحطهم لكم في القناه كاع معتمدين عندي وكاع نخدمهم نخدم بهم كاع. وثاني قالوا لي على الاسعار، راني كل فيديو راني حاطه فيه نوع من حلوى حاطه السعر الا وانا حاطه السعر تاعه. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم اعجبكم وديتو فايده، درك ما عليا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.